جرى ايه يا مسعد يا جدع؟ داخل شاطح ناطح. ايه يا جدع اصبر كده، بقول لك انت والدتك بنت حلال وده عيالك يا اخي. انا نفسي كانت هفاني على لحمه راس وسمين، اسال نفسي مين يجي ياكل معايا اللقمه الحلوه دي. سبحان الله لقيتك انت بتخبط يا جدع. خليك معايا، تخبط على الباب، هنقعد بقى ناكل لحمه راس وسمين وتاكل الجوهره اللي انت بتحبها، تاكل كمان اللسان اقسمه لك على شفتين، نخلص اللقمه دي نقعد عليها ونشرب الشاي وتضرب المعسل. الواد ده شافنا يا حوده. والله سعادتك سليم بيه، الواد مسعد ده واد عامل مشاكل كتير في المنطقه، وعشان كده سابها وراح منطقه تانيه. تحس كده ان واد بارد وحشري. لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم الاعتراض على امرك يا رب. هو احنا ناقصين؟ مش كفايه البلاوي اللي عماله تتحدف علينا زي النطر؟ لا هو مش بس كده، ده كمان رطرات بالكلام. وكمان رطرات؟ قصدي يعني سعادتك ان الواد ده لو كان خد باله من حاجه ما كانش سكت، بس برضه الاحتياط واجب. صح، عندك حق. طب والعامل يا سليم بيه؟ احنا لسه ما فوقناش من البلوه بتاعه تايسون. بقول لك يا سليم بيه، يعني انا مؤاخذه في حاجه كده هجمت في نافوخي، اقدر اقولها لمعليك؟ يا عم اخلص قول. انا ليا ناس حبايبي في القسم، ممكن يعني اروح القسم اقدر اتطقص لو في اي عوق. مش فاهم منك حاجه، عوق ازاي يا اسطى حوده؟ اقصد ان ناس حبايبي دول بيبلغونا لو في اي حمله جايه على المنطقه، فلو اي حد مثلا شايل حاجه شمال، حاطط حاجه هنا، مخبي حاجه جنب حاجه، تحت اي حاجه، يقدر يتصرف فيها قبل ما الناس دي تيجي. اعمل كده. طب بالنسبه للامين اللي اسمه زناتي ده، ماله زناتي؟ يعني انا كنت متخيل سعادتك هتطلع من عند لطفي عليه. لو لطفي بيقول الحقيقه يبقى زناتي هيقول نفس الكلام. طب ولو بيكذب؟ يبقى اكيد لطفي هيفهمه انه يقول برضه نفس الكلام. يعني سعادتك عايز تفهمني ان زناتي ملوش في الموضوع خالص؟ لا انا مش عايز افهمك حاجه، وانا شخصيا مش فاهم حاجه خالص. كل اللي عاوز اعمله دلوقتي ان احنا نعمل تقرير وافي عن المجموعه كلها، عن لطفي وابنه وحماد وزناتي ونشأة المحامي وسليم. سليم يبقى الحال على ما هو عليه، سليم يفضل بالنسبه لنا مجرم ولازم نجيبه. اهو يا طنط، ولا الحوجه للست سلمى؟ بقى كده؟ ايوه كده. وانا كنت يعني هسيبها لحد ما حضرتك تحني عليها وتعملي لها اكونت على الفيسبوك. ماشي يا ستي، ربنا يهني سعيد بسعادتك. قولي لي يا فريده، يعني انا لو دخلت على الصفحه دي الناس كلها هتعرف ان سليم بريء؟ لا طبعا يا طنط، الموضوع مش بالسهوله دي. لازم الاول يبقى عندك صحاب على الصفحه بتاعتك علشان يقدروا يشوفوا اللي انت بتكتبيه. انا هجيب الصحاب دول منين؟ ما تقلقيش، انا مش هسيب غير لما اعلمك كل حاجه. انا مش فاهمه هما لازمته ايه كل ده؟ منى وفريده شغالين على كل حاجه. حتى لو في 50 حاجه زي دي عايز اعملها انا بنفسي مش عن طريق حد، حتى لو كان انتي او فريده. عايزه الناس كلها تعرف ان سليم ابني بريء، وهتشوفي كلامي معاهم هيفرق ازاي. قولي لي يا فريده، هي الصفحه دي تدخلني على تويتر؟ لا طبعا، تويتر ده اكونت تاني خالص غير الفيسبوك، بس مفيش مشكله، انا ممكن اظبط لك الموضوع ده كمان. بس ده احنا علينا قوي وبقينا فيسبوك وتويتر وشغلانه كبيره يعني. والله يا ولاد، لو في كل حاجة ممكن أعملها عشان الناس كلها تعرف إن سليم ابني بريء هعملها. ويا دوبك البت ملك شدت حيلها شوية وربنا رزقني بالرؤية. يا سلام على الرؤية دي يا بيه، حتة عسل كده والله. ربنا يخليهم لك يا إبراهيم. اللي أقول لي يا سليم بيه، هو أنت لسه ليه ما اتجوزتش فريدة هانم لحد دلوقتي؟ كان زمانك عندك عيل يفرق. مؤاخذة يا سليم بيه، لموا حاجاتكم بسرعة، لازم نمشي من هنا حالا. يا جدع استرجل وبطل شغل النسوان ده، وانا الحق عليا اللي برسيك عشان لو حصل حاجه. حاجه؟ حاجه زي ايه؟ يعني صلاح الطوخ يجي باك يسالك مثلا. نهار اسود، يسالني في ايه؟ وليه؟ عادي يا جحش انت، وانت مش شاهد على سليم في القضيه؟ وبعدين مالك ما قالك كده ليه؟ وقلت لك انت مع زناتي يعني في السليم. احنا مش في السليم، احنا في سليم وشكلها تتربق فوق دماغنا ومش خلصانه. طب امسك دول. ايه دول؟ دول 20,000. يعني كده وصلك 25، يعني النص يابا. مرضي؟ يلا روح شايص كده وانسى القرف اللي في دماغك ده بقى، ولا اقول لك حطهم تحت المخده، اول ما تلاقي نفسك قلقان كده طلعهم بص عليهم هتهدى على طول. اصل الفلوس دي علاج الفر اللي بيلعب في عبك ده، اسالني انا. ده برضه هيتنح.
يعني مسعد ما بلغش عندنا ولا حاجه؟ لا ما اظنش سعادتك انه خد باله من حاجه زي كده، بس الحمد لله ان ربنا جعله سبب نلحق البلوه دي قبل ما تحصل. يعني انت متاكد انهم نازلين يفتشوا النادي يا استاذ حوده؟ عيب تسال السؤال ده ابو خليل. اسليم بيه، في حمله هتنزل المنطقه قرب الفجر وهتفتش بيت بيت، ومش هتسيب خرم ابره غير لما تفتش جواه. بيقولوا سعادتك ان في شويه عيال ارهابيين مستخبيين في المنطقه، وشكل الموضوع كده في قنابل ومتفجرات وحزمه ناسفه وبلاوي زرقاء. نهار اسود ومدين ب 60 ميل. بقول لك يا اسليم بيه، احنا نسلم نفسنا حراميه بكرامتنا. يا ابني اهدى بقى، اهدى عشان نشوف هنعمل ايه. ما تقلقش سعادتك، انا مأمن مكان بعون الله هنروح مع بعض فيه، وانا هبقى مطمن عليكم وعلى سركم. بس يلا بينا بسرعه. يلا يلا يلا. نسيت الكام سنه يا عم بعدين. يلا طلعت اخطبوط كبير يا اسطى حوده بقى، واحنا مش عارفين. يا عم ما انت ربنا كرمك بام العيال، ام حمزه ست طيبه وتستاهل كل خير. لازمته ايه بقى الكلام الفاضي؟ والله يا ابو خليل انا كنت اخطبوط زمان، لكن دلوقتي الاخطبوط ولا ديناصور حتى. انا راجل غلبان وماشي جنب الحيط. غلبان وماشي جنب الحيط؟ امال مين اللي احنا رايحين عندها دي يا عم الاخطبوط يا اللي غلبان وماشي جنب الحيط؟ حنان. شايف يقول حنان ازاي يا بيه؟ ده احنا هربانين مع راغب علامه واحنا مش عارفين. عارف ابو خليل، حنان دي الحته الحلوه اللي في حياتي، الحته اللي بتدق هنا وبس. القصه اللي بيني وبين حنان دي زي بتاعت افلام السيما كده، زي حسن ونعيمه مثلا. طب ما اتجوزتهاش ليه يا اسطى؟ اصل زمان ابو خليل انا كان الشيطان راكبني وكنت ماشي في سكه الشمال، حنان دي بقى كانت جدعه وزي السيف وما تحبش الحال المايل. قالت لي لو انا عايز اتجوزها ابعد عن سكه الشمال. انا بيني وبينك كنت فاكرها انها بتهرج وبتقول اي كلام، يعني مالو دماغ يعني. فضلت مكمل في سكه الشمال، سابتني واتجوزت غيري وقعدت معايا هنا. ما الحمد لله بنت حلال وربنا كرمها يعني ونجدها. عارف ايه اللي حصل بعدين؟ انا اتجوزتها ايام وخلفت منها، وعرفت ان جوزها سافر ليبيا، قعد 3 سنين هناك واتقطعت اخبار وناس بتقول ان هو مات. بقيت من وقت للتاني كده بشقر على حنان وبطمن عليها هي وبناتها. لا استحوذ، انت تستاهل كل خير ويا ست طيبه، ربنا يعينك بقى وتبقى توبه نصوحه كده على طول. حنان دي بنت حلال مصفي، بس عندها عيب بقى، لسانها زي المبرد ودماغها كده زي السيف. نور لي كده. نورك يا عم. نور لي عند الكوريه كده. ايوه نور نور، انزل شويه. انا مش فاهم يا حاج، يعني انا مال انا ومال الحوارات دي؟ لا يا طمك، ما انا مش قاعد مستنيك لغايه دلوقتي عشان تطلع عليا الغباوه اللي انت ورثها عن امك دي. انت هتسمع اللي بقول لك عليه وتقول حاضر وانت زي الكرسي اللي انت قاعد عليه. يا حاج انا لا ليا انا فيس ولا انترنت ولا الجو ده كله. بعدين عيل سيس زي ده انا هقعد اعمل معاه ايه؟ انت مش بس هتقعد معاه، انت كمان هتصاحبه. اصاحب مين يا حاج؟ هتصاحب الواد اللي مش عاجبك ده، لان الواد اللي مش عاجبك ده يا حبيبي هو اللي هيخلصنا من الورطه المهببه اللي انت وقعتنا فيها. حاج طب بالهداوه كده، انت عايز الواد ده يلت على الانترنت على حوار الظابط انه طلب منك رشوه وكده، انا بقى مالي؟ شوف يا حبيبي، زي ما انا كده هتكلم عن الرشوه اللي هو طلبها مني، انت كمان هتتكلم عن ان الراجل ده كان مستقصدك من اول يوم جه في المنطقه. مستقصدني انا؟ امال انا يا اخويا. هيستقصدني ليه؟
يا ابني افهم بقى، انت لازم تعمل اللي بقولك عليه ده والجزمة فوق رقبتك. الله، لازم الناس كلها تفهم ان الراجل ده مستقصدك لميت سبب. ممكن انت تختار منهم اللي انت عايزه بقى. الراجل ده غيران منك، طمعا في فلوسك، اتخانقتوا على بيت، اي حاجة يا اخي. المهم ان الناس كلها تعرف ان الراجل ده حطك في دماغه من قبل الحادثة المهببة، فاهم؟ اوه حنون، احنا واقفين عند الباب الوراني زي ما انت قلتي. حاولي افتح لنا بسرعة. مع السلامة. هتفتح الباب. تعالي يا حمود ادخلوا. يلا